أنا فخورة كوني أعمل من ضمن فريق البحرين لمكافحة فيروس كورونا، سعيدة جداً أخدم بلدي، لكن في نفس الوقت يحزنني لما أشوف أطفال كبار في السن، نساء، رجال، حوامل، ذلين الفئات اللي هم إحنا نسميهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة. ليش جو عندنا؟ بسبب عدم التزام البعض، ممكن يكون شباب وبقوته وبعافيته ما التزم تعليمات الحجر المنزلي. لما أشوف رجال كبير في السن أتذكر أبوي، لما أشوف امرأة كبيرة في السن أتذكر أمي وأتذكر جدتي، لما أشوف طفل أتذكر أولادي، ذلين اللي تركتهم وغايبة عنهم عشان أخدم بلدي. لما أشوفهم أكون في قلق وفي خوف إنه ممكن يكونون مصابين، وأتخيل شلون ممكن تكون مضاعفات المرض عليهم. ولا عليكم أمر، عشان البحرين التزموا بتعليمات الحجر المنزلي، التزموا مثل ما إحنا هني نشتغل عشانكم، إحنا نطلب منكم إن تلتزمون، والبحرين تستاهل.